مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. السؤال المتكرر: أنا يا دكتورة عندي مرض مزمن وعايز أصوم، ينفع أصوم؟ الحقيقة السؤال ده أنا ما بقدرش أجاوب عليه، وخاصة أني مش الطبيب المعالج للحالة. أول حاجة بقولها لصاحب السؤال: لو سمحت ارجع للدكتور اللي انت متابع معاه واعمل فحوصاتك وتأكد انك اصلا ينفع تصوم. ولما يقولك انك ينفع تصوم، خليني اقولك انا بقى بعض النصائح اللي تخلي صيامنا يعدي بسلام. اصحاب الامراض المزمنة وخاصة الضغط والسكر وامراض القلب غالبا بيبقوا نفسهم يصوموا، ولكن مش في كل الحالات بينفع يصوم. طيب لو الحالة بتاعتي تحتمل الصيام وانا رحت للدكتور وعملت فحوصاتي وقال لي ماشي انت ممكن تصوم رمضان ده، خليني اقول لك شوية نصايح. اول حاجة اهتم انك انت ما تطولش على نفسك ساعات الصيام. يعني ايه ما تطولش على نفسي ساعات الصيام؟ يعني افطر اول ما المغرب يأذن واتسحر قبل الفجر على طول، علشان انا مش عايز جسمي يبقى مجهد وتعرض لفترات اطول من الجوع او العطش. تاني نصيحة: لو انت الدكتور سمح لك بالصيام وانت صايم حسيت ان انت تعبان، من فضلك ما تكملش من غير ما ترجع تستشير الدكتور بتاعك، او لو حاسس ان انت الدنيا مش ظابطة ينفع خالص عادي جدا ان احنا نفطر ونعوض اليوم ده في يوم تاني، او حتى يعني لو مش هنعوضه مش مشكلة، بس ما تاخدش قرار بطولي كده ان انت تعبان وتكمل صيام، وخاصة ان عندك حالة صحية ممكن تعوق ان انت اصلا تصوم. طيب تالت حاجة: الاكل الصحي اهم حاجة علشان رمضانك يعدي بسلام. يعني بلاش مقلي، بلاش دسم، بلاش اكلات نشوياتها عالية قوي او اكلات سكرياتها عالية قوي ولا حتى حادقة جدا. يعني لا مخلل ولا الحلويات دي، حتى لو كلنا منها ناكل منها قليل قوي، وبلاش الاكل بتاعنا يبقى دسم على وجبة الفطار. وخلي دايما وجباتك متوازنة. يعني ايه وجبة متوازنة؟ يعني فيها خضار، فيها نشويات، فيها بروتين بنسب تقريبا متساوية. احرص جدا على شرب المية، ما تقلش عن 2 لتر مية ما بين المغرب والفجر، وما تشربهمش مرة واحدة، كل ساعة اشرب كوباية عشان يفضل جسمك مترطب وما تحسش بالعطش، وكمان ما يحصل لناش اي اضرار واحنا صايمين. اخر حاجة هقولها ان وجبة السحور مهمة زيها زي وجبة الفطار، اوعى تهملها، وخلي سحورك برضو متوازن، خليه فيه خضار وفاكهة، خلي فيه نشويات، خلي فيه بروتين، واشرب مية. مواعيد الدواء ما فيهاش هزار، لو الدواء وقت قبل الصيام يبقى هناخده قبلها على طول قبل الفجر ما يدن على طول، ولو الدواء قبل الفطار يبقى اول ما المغرب يدن ناخده. وكده ان شاء الله نقدر نصوم، بس هرجع واقول تاني بعد استشارة الطبيب اللي احنا متابعين معاه. دمتم بصحة ورمضان كريم.